سين هل عم الزوج وخاله محارم لزوجته؟ جيم لا عم وخال الزوج ليس بمحرمين لزوجته فليس للزوجة أن تنكشف لعم الزوج ولا لخال الزوج ولا لأخ الزوج وإنما محرمها أبو الزوج وجد الزوج وابن الزوج وابن ابنه وابن ابنته هؤلاء محارم فاباء الزوج واجداده من جهه الاب ومن جهه الام هؤلاء محارم وكذلك اولاد الزوج واولاد اولاده واولاد بناته كلهم محارم لزوجته والله اعلم